للتعليق على موضوع مشاهدين ينضم الينا عبر الهاتف من الطرميه محمد احمد احد وجهاء الطرميه. اهلا بكم سيد محمد الى هذه الجوله الاخباريه. هناك انباء عن اعتداء القوات الامنيه على امراه مسنه، ما هي التفاصيل التي لديك حول الواقع؟ نعم، السلام عليكم وعلى مشاهدين قناه الرافدين المحترم. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. قامت قوة من اللواء 22 واللواء 59 بمداهمة منزل العميد فخر المشهداني متهمينهم بإيواء إرهابي بوشايات كاذبة، ثم طلبوا الجوال الخاص للعائلة فامتنعت أم العميد الامرأة الفاضلة التي يبلغ عمرها 80 سنة، فقاموا بضربها وضرب طفل عمره لا يتجاوز 10 سنوات مبتعدين عن كل القيم الإنسانية والأخلاقية. نعم، يعني كيف ترى الأنباء تحدثت أن بيت المعتدى عليه يرجع للعميد متقاعد فخري العبدو، ما الذي تعرفه عن الضابط المعتدى على بيته وعلى أهله؟ العميد فخري المشهداني أحد رموز الطارمية ووجهائها، له ثقله في الطارمية وكل أبناء الطارمية يعرفونه بالخلق الحسن. كان يعمل مديرا للجنسية وهو من العوائل الطيبة البعيدة كل البعد عن الإرهاب أو الظلم والطغيان. نعم، يعني هل هناك يعني اتهام معين سواء للضابط المعتدى على اهله او تهمه لاهله حتى تم الاعتداء عليهم بهذه الطريقه؟ الضابط هو من عائله ومن اسره من ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من الساده المشاهده هذه القبيله المعروفه بنسبها الى ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم وتواصلهم مع العشائر العربيه في العراق في جنوب العراق وشماله، وهو من الشخصيات النظيفة الطاهرة النزيهة ولا ينتمي إلى أي تنظيم إرهابي، والمنطقة وأبناء عشائرها كافة تعرفه بالخلق الحسن وبعيد عن كل البعد عن الإرهابي والظلم وما إلى ذلك. فهذه التهم الباطلة الجاهزة التي نسمع بها اليوم هي تهم باطلة وعاري عن الصحة لتصفية خلافات ربما. نعم، هنا أنباء هناك تتحدث عن حالة استياء شديدة بين أبناء الطرمية حول هذا الاعتداء، ما المتوقع من قبلكم أنتم كوجهاء الطرمية أو من قبل أبناء الطرمية حيال تكرار حيال هذه الانتهاكات في حال تكررت أو حول هذا الانتهاك الذي حصل اليوم؟ نعم، قبل أن أجيبك على سؤال حضرتك أريد أن أقول هذه التهم الجاهزة التي قد يتهم الأخ أخاه في حالة الخصومة للانتماء إلى تنظيمات معينة للتنكيل به ويقول كونه مع الحق وضد الإرهاب وجه تهمة لفلان أخي. ومن جانب آخر هناك مخبرين سريين عندهم سوابق وجرائم وطائفيين وحرامية يريدون أن يثبتوا للقوات الأمنية الولاء لهم أو لتحسين صورتهم، يتهمون الأبرياء بتهم باطلة ما أنزل الله بها من سلطان. هناك من أصحاب النفوس الضعيفة عندهم أرقام وهمية بأسماء نساء يتصلون بالقوات الأمنية لتصفية خصومهم. نعم، هذه تهم جاهزة ابتلي بها العراق، كل العراق وخصوصا الطارمية من بداية الاحتلال إلى هذا اليوم نحن في بلاء. أما حول سؤالك ردود الفعل، أتوقع أن أمير القبيلة قبيلة السادة المشاهدة في العراق والعالم العربي والإسلامي المعروف بغيرته على أبناء قبيلته، المعروف بغيرته على نساء القبيلة، المعروف بغيرته على العراق وعلى العراقيين، سيتواصل مع أمراء القبائل في جنوب العراق وفي شمال العراق لنقل صورة عن واقع عشيرته وما يقع عليها من ظلم وحيف والاستماع والانصات الى الوشايات الكاذبه والاخبارات الكاذبه وما الى ذلك. اتوقع ان مجلس شيوخ عشائر الطارمية برئيسها لا يرضون بهذا الواقع السيء، مما قد يضطرون الى عقد اجتماع طارئ لهذا حول هذه القضيه وامثالها، مما يحاسبون المقصر وقد يطالبون بإظهار المخبر السري حول هذه القضية ومثيلاتها، لأن من أمن العقاب أساء الأدب. وهذه الإساءات المتكررة على رموز الطارمية لا يمكن لشيوخ العشائر الأصلاء النجباء الأخيار الأعرار أن يسكتوا لمثل هذه الحالة، وخاصة ضرب امرأة أو الاعتداء عليها أو الإساءة إلى أحد الوجهاء ورموز الطارمية. والسيد العميد
هو كان يعمل في الداخلية وهو معروف بوطنيته وإخلاصه، وهو رمز، لا رمز كبير، انه لا يمكن ان حصره بقضيه بعشيره الطارمية، قبيله الطارمية، قبيله المشاهده، بل الى كل عشائر الطارميه بحياديين والسلمان والبفراد والمحامده والملاحنه والعزه وشمر وكل العشائر والجنابيين، وعذرا لعدم ذكر بعض العشائر من العبيد والفلاحات وغيرهم، لا يسكتون، واعتقد سيتواصلون مع العشائر في جنوب العراق لوضع حد للإساءة لرموز الطارمية عموما، وخاصة المرأة التي لها كرامتها. واعتقد ان الخطباء في الطارمية سيتحدثون عن أهمية كرامة المرأة، واعتقد سيوجهون نداء الى المنظمات الإنسانية، حقوق المرأة وحقوق الطفل، ومنظمات والمرجعيات في جنوب العراق الى تبيان خطر المراه وخطر الطفل وخطر الاعتداءات الانسانيه وسماع الوشايات الكاذبه. نعم شكرا جزيلا لك السيد محمد احمد احد وجهاء الطارميه، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.